السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في جولة في محل منظمة تركية اللي صورت لكم عنده من قبل، ولقى استحسان كتير منكم وكلشي كان كيسولني على الأثمنة وعلى السلعة اللي كاينة عنده لداخل. إذا فهنا صورت لكم عنده من جديد بأثمنة مختلفة. إذا اليوم فالمحل عنده تخفيضات كبيرة بمناسبة عيد الأضحى، إذا فصورت لكم هاد التخفيضات وبزاف الحوايج الجاد ديال العيد اللي غادي تنفعكم، وكذلك المنظمات اللي كتقلبوا عليهم، المنظمة التركية المشهورة. إذا فهادو مثلا هاد المنظمات ديال الكوزينة اللي كيداروا جنب الثلاجة ولا في الحمام اللي كلشي كيسول عليهم، هاهما رائعين وفي مختلف الألوان وغير ب 69 درهم. شفتوهم منظمات هادو ديال ثلاثة طبقات، فهما رائعين وسبق لي صورتهم معاكم وخديتهم حتى انا، فخديتهم درتهم في الكوزينه ودرتهم كذلك في الحمام، كنت شاركتهم معاكم في فيديو سابق. اذا ها هما دابا غير ب 69 درهم، كاينين في الكغي وكاينين في الابيض، يعني على حسب الثلاجه ديالكم ولا على حسب البلاصه فين نتوما غادي تحطوا. وكاينين حتى الالوان الاخرى، قبل كانوا غير الكري والبيض، عمرني ما كنت شفت هاد الالوان، دابا تقريبا جميع الالوان فهي كاينه. ها انتم كتشوفوا في المحل رائع، وغادي تمشيوا ليه ان شاء الله كلشي غادي يعجبكم، والاثمنه عنده زوينه زوينه بزاف، وخاصه هاد الايام في المحل فيه تخفيضات كبيره. وهذا علاش كنصور لكم باش تعرفوا ان شاء الله السلعه اللي كاينه والسولد اللي كاين. اذا هنا غادي نوريكم حويجات اخرى لداخل. فاكثر حاجه كنتو سولتوني عليها هما هاد المنظمات التركيه اللي بزاف منكم ما لقاوهمش، فها هما كيف وريتكم غير ب 69 درهم ديال ثلاثه. وهنا لداخل انا غادي نوريكم بزاف المنظمات والحويجات اللي غادي ينفعوكم، وكذلك هادشي ديال عيد الاضحى، الشوايات الكهربائيه والروبو وغيره، وباثمنه زوينه زوينه بزاف. وغادي نخلي لكم العنوان ديال صاحب المحل وكذلك رقم الهاتف اللي بغيت يتوصل معاه ولا يسولوا على اي حاجه بغا، على الثمن على السلعه يعني. غادي نخلي لكم ان شاء الله رقم الهاتف اللي بغيت يتقضى. اذا بالنسبه للمنظمات فعندو جميع الاحجام والالوان وباثمنه رخيصه واثمنه زوينه بزاف. انا وليت دائما كنتقدم عنده صراحه، يعني عنده سلعه زوينه ديال تركيا. فها انتما كتشوفوا المنظمات في الاشكال والالوان، والاثمنه تقريبا هنا ابتداء من 11 دراهم. هادو ديال الثلاجه كنظن 13 ولا 14 درهم. الشبيكات ديال الكوزينه ديال البوطاجي وغيرها 13 درهم. هادو ديال البيض سبق لي شريتهم وشاركتهم معكم، اللي كيداروا في الثلاجه الديسير الخضره البيض لكلشي. اذا كنت شريتو من عنده شهور هادي كنت خديتهم ب 15 درهم، ودابا يمكن كنظن 13 ولا 14. المهم ها هما السلعه كلها قدامكم. هادو كذلك كنت خديتهم ب 18 درهم. ها نتوما كتشوفوا فالسلعه عنده رائعه وزوينه زوينه بزاف. الثمن كاينين شي حويجات ابتداء من 5 دراهم، ولكن ماشي هاد المنظمات 5 دراهم. هذاك الشيء ديال السيليكون، الشيتات، السباتيل، هادو الفراشات ديال الطويبلا، يعني بزاف د الحويجات زوينين ابتداء من 5 دراهم. وهاد المنظمات تقريبا 10 دراهم، 13 درهم. ها نتوما كتشوفوا كذلك هادو زوينين بزاف، هادو اللي كيتعلقوا هكذا في الباب ديال البلاكارات، ولا يعني بلا ما يحتاجوا اننا نضربوا المسمارات في الحيط، فكيتعلقوا غير هكذاك في البيبان. ها انتما كيف كتشوفوا معايا، فالمحل عنده زوين بزاف وكبير، واي حاجه كتقلبوا عليها تلقاوها ان شاء الله عنده. والاهم من ذلك ان الاثمنه عنده زوينه بزاف. هذا علاش زعمت صورت لكم عنده قبل وعجب بزاف الناس، وعاود صورت مرات ومرات. هنا غتلقاو معايا الشوايات، الشوايات اللي غينفعوكم ان شاء الله في العيد الكبير. الشوايات الثمن ديالهم ابتداء من 149. اذا كل حاجه وثمنها، ولكن كلهم رخاص على العموم، كلهم شوايات كهربائيه بحال هذه. ها انتما راه فيها البطونه منين كتشعل، والطفره كهربائيه 149 درهم، والاخرين هكذا 149 200. هنا هذا الروبو، هذا ها هو كيف كتشوفوا ديال الزاج، زوين بزاف في 4 لماس، 149 درهم، حتى هو في التخفيض، يعني مولف كيكون عنده تقريبا 250 240، دابا غير 149.
هادو كنتو سولتوني عليهم قبل فاش حطيت لكم لا الكلاص ماغنوم وغيره، فسولتوني فين كيتباعوا وانا كنت خديتهم من ايكيا، فها هما هنا غير 13 درهم هاد العويدات، هاد الكلاص هكذا المول كامل ديال المول ديال الكلاص العويدات ديالو 6 فهو ب 13 درهم. هنا كذلك هاد ديال التوابل شوفوا شحال زوينين وكبار وفيهم عدد كبير، فهادو ديال العطريات الثمن ديالهم 199 درهم حتى هما في الصولد. هاد المبيخرات كيف شفتوا معايا المبيخرات كاينين ثلاثة، الصغيرة ب 39 درهم، المتوسطة 49، والكبيرة 59. هادو ديال الكاطو هانتوما كتشوفوا معايا زوينين ورائعين، كتحطوا هكذا كيجيو زوينين في التقديم، كدوروا هكذا بالشكل اللي بغيتوا، فهي رخيصة غير ب 50 درهم. وهانتوما تشوفوا معايا المحل راه عامر بالسلعه وكل شيء زوين، يعني ما عرفت من قدم ومن اخر كل شيء زوين ورائع. كذلك عنده هنا انا غادي نصور لكم هذوك الليمول ديال الكيك اللي بزاف الناس كيسولوا عليهم، هذوك اللي كيتحلوا هكذا من الجنب، فعنده ثلاثه الكبيره والمتوسطه والصغيره بثلاثه بهم 50 درهم اونصومبل بثلاثه 50 درهم. اذا انا غادي نخليكم مع السلعه. فالسلعه عنده صراحه زوينه بزاف، تقديت من عنده بزاف د المرات، وفين ما كنمشي كنجيب سلعه وكلها زوينه ورائعه، حتى حاجه ما ندمت عليها. عنده حتى واحد النوع جديد ديال الكوكوطات ديال تركيا من الداخل الجرانيت، يعني راه صحيه وزوينه. المهم انا نخليكم مع السلعه ومع المحل، ها هو كلشي كيبان لكم. اللي بغيتوا تعرفوا ثمنها وما قلتها لكم مش ممكن انكم تخليوها في التعليقات ولا تواصلوا مباشره مع صاحب المحل. انا غادي نخلي لكم هنا كارت فيزيت ديالو، العنوان والنعت بالضبط، يعني واحد هكذا الكارت فيزيت تما فيها النعت كامل، وكذلك رقم الهاتف ديالو باش كيف قلت لكم تواصلوا معاه وتسولوا على اي حاجه بغيتوا. هنا هاد البلاندر هادو، فهاد كل هاد الغام ديالهم كيف شفتوا راه فيه بزاف ديال البياسات، البيضين ب 199 كلها الباكيه، وهاد الكحل ب 249 درهم. اذا فاثمنه عنده زوينه بزاف صراحه، اثمنه مغريه ان الانسان يتقدى، فشحال من مره كنشريو كنضيعوا فلساتنا يعني في سلعه غاليه في المحلات التجاريه الكبرى شي مرات، وحنايا حدانا يعني بامكاننا اننا نقدر نتقدوا من المحلات ثمنهم رخيص وسلعه زوينه زوينه بزاف. وخاصه هذا المحل فانا عن تجربه يعني مقديه منه شحال من مره وعارفه السلعه اللي فيه، فكنت صورت منه اول مره وعجب الناس وطلبوني، فرجعت عنده واخا بعيد عليا شي شويه رجعت وصورت، وبالتالي وليت فين ما كنمشي فكنصور لكم باش ان شاء الله نفيدكم وتعرفوا فين كيتباع هذا الشيء هذا. كذلك الكويسات الا بغيتوا تتقداو شي حاجه كذا جديده للعيد، فعندو كويسات رائعين بواطات ديال 12 كاس تمام ابتداء من 70 درهم، كلهم زوينين ومارك واعره. المقيلات هادو كيف شفتوا ديال سبع وجوه اللي كنت صورت معكم في لاشين شحال من مره، هانتوما هما عنده هيا في الكري وعندو حتى في اللون الاخر، الثمن ديالهم رخيص 90 95 درهم. اذا نخليكم ان شاء الله مع السلعه، واي استفسار ممكن انكم تواصلوا مع صاحب المحل كيف قلت لكم.